ناخد على التليفون معانا طبعا نجم مصر والزمالك السابق والديفندر الكبير طبعا كابتن ابراهيم صلاح. هيما مساء الخير عليك. كابتن محمد مساء الخير، حبيبي ابراهيم، ازيك؟ انت كله تمام؟ وحشني والله. الحمد حبيبي. وانت لله هيما؟ كله بخير، الف حمد وشكرا. ايه الاخبار ابراهيم؟ كله زي الفل الحمد لله كابتن. الحمد ادخل لله. معاك عن منتخب مصر، قول لي شفت الماتشين اللي فاتوا ازاي بشكل عام وماتش امبارح تحديدا، لان في ناس ممكن تقول لك كنا كسبنا وخدنا ال3 نقاط، انت شايف بقى الماتشين ازاي وتحديدا ماتش امبارح؟ بص يا كابتن، يعني حضرتك وانا الناس اللي لعبت وعارفين الاجواء في المباراه الافريقيه شويه، ممكن نقول يعني انها النتيجه مرضيه في ظل الظروف دي كلها. يعني ممكن الناس بتشوف ان المستوى الفني للفريق غينيا كان سيء، او هم مستواهم الفني قليل، فكان نطمع في الفوز، وده يعني حقنا لان الفروق الفنيه باينه ان هي قوي. لكن اللي عايز اقوله ان في ظروف صعبه جدا بتواجه اللعيبه في الملعب، من سوء ارضيه، من جو، من رطوبه، الحاجات دي انت كمتفرج في التلفزيون عمرك ما هتحس بيها. لكن احنا لعبنا في افريقيا كتير وشفنا الظروف، ممكن يبقى فريق قليل جدا ويحرجك ويضيع عليك فرص كتير. فانا اعتقد ان هي في ظل الظروف دي نتيجة مرضية، ثابت الفرق بيننا وبين أقرب حد 4 نقط، فأعتقد إن الأمور ماشية بشكل كويس. المباراة الأولى قدرنا نفوز، وكان فوز مهم جدا للكابتن حسام لأنه كان بداية المشوار بالنسبة له، صح. أول مباراة رسمية ليه، فأعتقد إن هو فوز مهم جدا. الكابتن حسام أول 4 نقط في المشوار حطوه في مكانة كويسة. المباراة اللي هي بتبقى في المجموعات وتجميع نقط ما ببصش فيها للأداء كتير، لكن احنا شعب بنحب دايما نقعد نحلل ونشوف. لكن انت لما تيجي تحسبها بالورقه والقلم فانت معاك 4 نقط من مباراتين مقنعين، مباراه بوركينا مقنعين جدا، في كمان النتائج خدمتك وبقيت انت متصدر المجموعه. فاعتقد ان الحمد لله الامور ماشيه بشكل كويس. ان شاء الله الفتره اللي جايه الامور تبقى احسن واحسن، والناس تبدا تساعد كابتن حسام وانتظام الدوري والمباريات. اعتقد ان المستوى هيتغير واللعيبه هتبدا تتغير، فان شاء الله الفتره اللي جايه تكون احسن، وكاس العالم باذن الله يكون من صعود من نصيبنا ان شاء الله. ابراهيم، في حاجه حسيتها مختلفه في الماتشين دول؟ حسيت بصمه ابتدت تبان، حسيت شخصيه هو حسن ابتدت تبان؟ هو بشكل كبير يعني مش قوي صراحه. يعني انا يعني شايف حتى المباراه الاولى بدانا بشكل كويس جدا ونهينا بشكل سيء جدا وكنا خايفين. من مباراه ثانيه بتلاعب فريق يعني مستوى سيء او مش في نفس امكانيات منتخب مصر وبتتعادل معاه وانت اللي بتتعادل، فاعتقد ان يعني ما فيش فرق جامد. لكن انا بس بعتب في حاجه صغيره، ان انا كنت حاسس ان ناصر ماهر مثلا ومصطفى فتحي كان يبقى لهم دور اكثر من كده. يعني انا بالنسبه لي كنت اتمنى اشوفهم من بدري في الملعب، كنت احس ان هيبقى في اختلاف بشكل كبير. يعني زي مين؟ مصطفى فتحي وناصر ماهر. انا كنت لسه اسالك. طب الحقيقه ناصر ماهر يمكن، بس انا عاجبني حاجه اللي هي فكره ايه؟ يعني اوفا مثلا جاي من الدار للنار، في جرأه، عاجبني انه غير الطريقه ما حط في موقف مثلا. اللي اتعامل مع كابتن حسام او اتمرن معاه وانا واحد من الناس دي يعرف ان كابتن حسام يقدر يعمل اي حاجه، يعني ممكن كان يجيب اي لعيب واي حد مش متوقع ويلعبه. فيعني انا حته الجرأه في موضوع تغيير الطريقه، بس اعتقد يا كابتن ان تغيير الطريقه في المباراه الاولى كانت اضطراريه شويه، اصابه فتوح وايقاف محمد حمدي، فاضطر يعمل كده عشان المباراه تعدي. لكن المباراه الثانيه الامور اتطبقت ورجع للطريقه اللي هو بيحبها بين 4-3-3، بس رجع بين الشوطين قام معدلها تاني، خلاها 3 برضه، وابتدى يعمل تغييرات مختلفه لما دخل فيه الجون. عشان استفدنا بزيزو ان هو يلعب كانه جناح مكان محمد هاني، لان محمد هاني كان دفاعيا اكتر، لكن زيزو انت عارف لعيب جوكر بيقدر يلعب في كل مكان، وبالنسبه له كان كانه جناح يمين. فاعتقد انها كانت برضه فكره ذكيه من الكابتن حسام ان هو يستفاد بالتغييره دي. لكن انا يعني على المستوى الشخصي كنت اتمنى دور اكبر لناصر ماهر، لمصطفى فتحي، الاثنين يعتبروا من احسن اللعيبه في الدوري المصري الفتره الاخيره، فان شاء الله كمان الفتره اللي جايه يبقى لهم دور اكبر مع المنتخب ان شاء الله. والله انا كمان شايف ان عمر جابر يبقى ليه دور لو موجود، ودونجا والله انا من الناس انا بتكلم جدا. على انا بتكلم على موجودين موجودين فاهم قصدك. طيب مين اللعيبه اللي تقدر عجبتك في الماتشين اللي فاتوا او لفتوا نظرك بشكل كبير؟ يعني اعتقد ان تريزيجيه ماشي بشكل كويس جدا، الوقت بقى له فترة طويلة جدا ماشي بشكل قوي جدا، وهو بيأدي وبيجي هنا بيموت نفسه وبيعمل حتى لو بعض الناس بتتكلم شوية عن المستوى متعودين عليه، لكن أكيد دوره مهم بشكل كبير جدا. حتى لو هو بيقدر يفضل الناس وبيقدر الناس تركز معاه، فبيدي فرصة للعيبة اللي جنبيه أكتر إن هي تلعب بأريحية. وزيزو ما شاء الله ماشي بشكل كويس جدا، فأعتقد إن المنتخب الاداء بشكل عام ممكن ما يبقاش مرضي لناس كتير، لكن النتيجه مرضيه جدا وماشيين بشكل كويس جدا. انت متصدر المجموعه باذن الله،
وعد يكون من نصيبنا يا رب ان شاء الله.